استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا جنوب حي الشيخ رضوان في غزة. واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في مخيم خان يونس جنوبي غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. وشهدت مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة وجنوبه قصفا ليليا عنيفا وأحزمة نارية طالت العديد من المنازل والمباني السكنية ومحيط المستشفيات. وأطلق أطباء ومرضى بمستشفى دار السلام بخان يونس مناشدات من أجل إنقاذهم بعد قصف إسرائيلي كثيف في محيط المستشفى. وتجمعت أعداد كبيرة من النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال قصف المنطقة.